هيك محادثة بتخصه. شوف مين معانا. آدم. 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 ربنا يخليه لك. دي صورة من إمتى؟ دي تقريبا أول يعني ما بدأت إن أنا أشوفه تاني وأخرج بيه وكده. قدي متعلق فيها أحمد؟ كتير. قدي؟ كتير. 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 يعني في حاجات أنا ما أقدرش أقولها بس يعني إيه؟ آدم يعني عارفة هو الفرحة، يعني هو بالنسبة لي الوقت اللي بحس فيه إنه مبسوط أو هو فرحان بيا أو راضي عني أو كده، ببقى حاسس إن أنا كأني يعني خدت جائزة الأوسكار. يعني هو يعني فرحة وجت بعد شوق وجت يعني وقررت بعديه انه الحمد لله يعني ربنا يقدرني بس واسعده هو. مش عايز اولاد تاني؟ مش عايز تاني خالص. مش عايز اولاد ابدا؟ لا خالص. حتى من مراتك الجديده؟ لا، هو ده كان اتفقنا. يعني هي كمان يعني مش يعني هي كانت مرتبطه وعندها اولاد، فهي مش يعني ما عندهاش الرغبه انها تنجب لاول مره يعني. انه عاوز تربي الولد الوحيد. عايز ادم كده يعني مخمخ له كده. اظبط له كل حاجه ان شاء الله يا رب. نفسي اعرف اسعده يعني. عنده كم سنه دلوقتي؟ ادم 13. 13. يتم ان شاء الله في اخر السنه دي 14 ان شاء الله. يعني سن المراهقه ده بقى دلوقتي. ابتدينا نتعب شوي في الموضوع. ابتدينا نبقى المساله فيها انه مفيش كلام، يعني ايه كلامه قليل شويه وهو ما شاء الله عليه يعني ايه برضو مامته يعني مخلياه كده بيفكر كويس ومتعمق قوي بيسال طول الوقت في حاجات. احمد هو فهم اللي حصل معاك؟ قدر يفهمه؟ قدر يتقبله الموضوع؟ بس مين بس اللي شرح له الموضوع؟ فهمه ازاي؟ بصي والدته طبعا شرحت له، وهي لما بدات ان انا اتواصل معاه تاني طلبت مني ان انا يعني قالت لي انه هو محتاج ان انت تشرح له اكتر. فشرحت له على قد برضو ما هو ممكن يفهم، وبحس اني كمان ما تعبوش بالتفكير كتير والتحليل. انه البني ادم بيختار الناس اللي يبقوا معاه ويبقوا حواليه، وده جزء من الامانه بتاعته في ان هو يعرف يختار حياته وينجح في حياته. لما بيسيء الاختيار بتاع الناس اللي حواليه ده ممكن يؤدي لمشاكل. شرحت له بشكل مبسط وهو ما شاء الله عليه يعني. زعل منك احمد بفتره؟ زعل منك ادم؟ حسيته بعيد عنك؟ لا، هو مش زعل، هو فضل يراقبني شويه. هو مش مساله زعل، هو هقول لك على حاجه، هو كان ايه عارفه اللي هو شايف انه ايه بابا عصبي، يعني انا كنت عصبي. فمن اول ما كنا نتقابل كان ايه لما يلاقيني كده يا اخي يعني مثلا حد بيزنق بالعربيه فانا يا بابا خلاص بقى احنا قلنا بقى مش هنتعصب تاني بتاع، فيعني انا ما بحبكش وانت عصبي، ما بحبش اشوفك عصبي. فبدات انا اعالج الموضوع ده عموما بقى مش بس وانا معاه. ان انا هو صحيح هو انا اللي بيخليني فجاه ابقى متعصب كده وابقى يعني ما خلاص ما الدنيا اهدى من كده، والواحد الحاجه اللي تستحق فعلا نتعصب عشان نتعصب عليها. فهو بيعلمني يعني دي من الحاجات اللي انا بحبها قوي فيه. انه كتير باخد منه، عشان كده مثلا انا دايما الخروجات بتاعتنا انا بسيب له هو اللي يختار عن طريق تيك توك وكده، بيخش يعرف الاماكن اللي هو نفسه يروحها او زمايله بيتكلموا عنها او كده، ويبقى دي الاماكن اللي احنا ممكن ننزل نخرج نروح لها النهارده. فانا مبسوط بانه احنا بدانا نتواصل بشكل كويس، والسن اللي جاي هو محتاج اكتر للاب للرعايه والتوجيه. فانه هو بقى يجي معايا التصوير بقى ويحضر بقى وانا بشتغل. احمد كان يعني ولد بعمره وتحصل هيك ازمه، ووالده فنان مشهور يعني معروف برضه، واكيد الناس كلها حتعرف او عرفت بالقضيه، تعرض للمضايقات الولد؟ الحمد لله لا. حتى من اصدقائه بالمدرسه؟ ما هي بقى الحمد لله لا. ليه بقى؟ اقول لك لانه انا فضل من ربنا سبحانه وتعالى انه يعني اهالي الولاد بيحبوني.
يعني بتتفرجوا على شغلي اللي انا قدمته مع استاذ يحيى الفخراني او فيلم الوعد او كده، فهم فاهمين انه كل الناس الحمد لله يعني ممكن تحصل لها ازمات، والفكره في انه مين اللي يقدر يتغلب عليها. فالولاد بيسمعوا اهاليهم، يعني بيسمعوا اهاليهم وهم لما بيشوفوني في التلفزيون بيتكلموا عني ازاي. فده اللي بيوصلني منه هو بقى، بيقول لي انه زمايلي بيحبوك. ما اعرفش بيحبوك ليه، يعني هم اكيد ما شافولكش شغل، بس هم بيحبوك عشان اهاليهم بيحبوك، عشان اهاليهم طبعا. فده اللي كان ادم بيقوله لي. فدي من الحاجات اللي يعني سبحانه وتعالى. وانا طبعا يعني بعد ربنا قررت ان انا اشرح له، يعني حتى بعد الفتره من فتره قريبه لما في احد البرامج انا اتكلمت عن الازمه وكده، والموضوع يعني الناس تفاعلت كتير بشكل كبير جدا قوي في مصر كلها الحمد لله. فتاني يوم الصبح رحت له وقلت له بص زمايلك هيكلموك عن ان بابا امبارح كان في برنامج وكان في كذا كذا، فدي حاجه عاديه، وده يعني انا بشرح للجمهور اللي حصل، افهمهم ايه اللي كان حاصل لي، وده هيخلي ان الناس يعني تتفاهم انه انا ايه يعني ايه اللي حصل وايه اللي ممكن ان شاء الله باذن الله يحصل بعد كده.